ضمن الحالات الرزل اللي في الانستيزيا واللي الواحد بيبقى حظ سيء بيقابله حالة سي او بي دي، وخصوصا في الامرجنسي بيبقى يعني محتار يعمل ايه، وبيواجه مشاكل في قبل التخدير واثناء التخدير وبعد التخدير، والبروجنوزس فيها ما بقاش حلو قوي. فحاول النهارده يعني ان نناقش الموضوع بحيث ان احنا نحصل على احسن النتائج. مش بالضروره ان احنا نحصل على نتائج جيده جدا 100% ان اي من العيان ونعمل اكستبيشن في العمليات، بس في الاخر يبقى عملنا اللي علينا وحصلنا على افضل ما يكون ان شاء الله. النهارده هنتكلم على الديفينيشن اوف ايوه الديفينيشن اوف سي او بي دي، البص فيسيولوجي، الدياجنوزز تريتمنت، والاناسيتك مانجمنت. فالديفينيشن، حد قرا يا جماعه في القصه ديت؟ دكتور عبد الرحمن، انت المذاكره ما جابتش السي او بي دي. طيب، هو الديفينيشن بتاع السي او بي دي هو كرونيك انفلاماتوري كونديشن، ومن غير كرونيك يبقى ما هوش ما يقعش عليها كلمه سي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. وده الفرق بينها وبين البرونكيال ازمه. البرونكيال ازمه في بوست الاكيوت، انما لو قلبت كرونيك تبقى سي او بي دي، يبقى ينطبق عليها التعريف ان هو كرونيك. بروجريسيف يوزوالي، مش يوزوالي، هو اولويز حقيقه، هم كاتبين يوزوالي كده، بس هو حقيقه الديزيز بيبقى بروجريسيف وبيبدا في سن مبكره، ومع تقدم السن بيزيد. Associated with abnormal inflammatory response to the lung. Inflammatory response بتاع اللنج اللي بيبقى نورمال لما الواحد يجي له برونكايتس، لما الواحد يجي له انفلونزا، لما الواحد يجي له كورونا، ده الانفلاماتوري ريسبونس مظبوط. انما اللي بيحصل في السي او بي دي اب نورمال، نشوف ليه دلوقتي. ريزلت ان اكسبيراتوري اير فلو ليميتيشن. الاكسبيراتوري اير فلو ليميتيشن زيه زي البرونك الازمه، ولكن ده زي ما قلنا كرونيك، والبرونك الازمه بيبقى اكيوت. مي بي بارشلي ريفرسبل، خصوصا في الايرلي ستيجز بتاعته ممكن يبقى ريفرسبل، انما في الليت ستيج بيبقى ريفرسبل. بريفنتبل طبعا لو احنا تجنبنا الكوز يبقى بريفنتبل. الانسيدنس بتاعه زي ما بتقول دبليو اتش او، ان حوالي 175 مليون واحد في العالم عندهم سي او بي دي، رقم ليس بالقليل، و بيحمل هاي موربيديتي ومورتاليتي. هو الوقت هو السبب الرابع للوفيات في العالم، ومتوقع انه يبقى السبب الثالث في 2030. دي رؤيتهم ل 2030، ربنا يستر على الرؤيات دي ونعدي منها ان شاء الله. طيب، السبب السي او بي دي برولونج اكسبوجر تو هارمفول بارتكل، دي حاجه متوقعه ومنطقيه. الناس اللي بتدخن كتير، الناس اللي بتشتغل في المحاجر، الناس اللي بتشتغل في الصحراء، الناس اللي عندهم تلوث في الجو بتاعهم، الناس اللي بيشتغلوا في المخابز، كل الحاجات دي بتؤدي الى سي او بي دي. انما في سبب تاني، وده كونجينيتال، اللي هو الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي، وده لحسن الحظ ان بيبقى عدد قليل من الناس عندهم الديفيشنسي ده. وللاسف برضو ان الديزيز بيبقى سيفير، والعيان في الغالب ما بيعيش فوق ال 30 سنه. هو قبل محمد ايه اللي ايوه بيحصل في الديفيشنسي ده؟ ده دوره اتفضل. ايه؟ ده دوره ايه اللي بيحصل في ديفيشنسي الالفا 1 انتي تريبسن ده؟ الانتي تريبسين بيبقى مسؤول عن ال تكوين
مضادات التريبسين اللي هو امينو اسيد في الجلايكوبروتينز، وخصوصا في الميوكس والسكريشنز اللي موجوده في الاير واي، فالسكريشنز بتبقى مور فيسد، والجسم ما بيقدرش يتخلص منها كويس. الناس دول كمان بيبقى عندهم السيلري موفمنت، بتبقى التريبسين ده مسؤول عنها بطريقه او باخرى، فبيؤدي الديفيشنسي، الديفيشنسي بيؤدي الى ديكريز في السيلري موفمنت، وبيؤدي الى اكيموليشن اوف سكريشنز والباثولوجي اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. قبل ما نعرف الباثوفسيولوجي، كلمه سريعه عن الاناتومي. طبعا كلنا عارفين تراكيه، الميجر برونكاي والبرونكيولز، وبتتقسم لغايه ما توصل للريسبيراتوري برونكيولز والالفولاي. ف الديزيز السي او دي بيشمل كله، بيشمل كله، انما الافكت بتاعه بيبقى خصوصا في المنطقتين او الثلاث مناطق دول. السمول برونكيولز بيبقى موجود فيها الخلايا الاتيه، موجود فيها الابسيليال سيلز، وفيها السيلري السيليا اللي بتبقى اوت سايد وبتعمل الميكوزا ريبيلنت للميكوزا، والجوبلت سيلز بتبقى مسؤوله عن الميوكس الى حد ما، وهي والسب ميكوزا جلاند الاثنين مسؤولين عن افراز الميوكس في الريسبيراتوري تراكت. بعد كده بيجي البيزمنت ممبرين والفايبروبلاست، والفايبروبلاست بتبقى مسؤوله عن الريجنريشن والفايبروزس في حالات الباثولوجي، والمايكروفاسكوليتشر اللي هي البلاد فيسلز، وبعدين الانترستيشيوم ده والكارتريدج لو البرونكيول بيبقى لسه فيها كارتريدج، انما البرونكيول كل ما بتبدا تتقسم اكتر ما بقاش فيها كارتريدج. ده ببساطه شديده وبسرعه نبذه عن الاناتومي. طيب احنا عندنا برضه عشان نبقى عارفين بقيه الاناتومي، التراكيه ودي بتبقى الدايمتر بتاعها 1.8 من 10 سم، ما بتتقسم اثنين برونكاي، كل واحده بتبقى 1.22 من 100 سم، دي ارقام تقريبيه انما الى حد ما مظبوطه، ما فيش اختلافات فيها كتير، ده في الادب طبعا. وبعدين السكند جنريشن 83 من 100 سم، وهكذا بيقلهم لغايه ما يوصلوا 4 من 100 سم او 4 من 10 ملم عند بعد ما التراكيه تتقسم 2 2 2 تتقسم 23 مره، بتبقى الدايمتر بيوصل ل 4 من 10 سم. طيب الباثوفسيولوجي ايه اللي بيحصل في السي او بي دي؟ ممكن حد برضه ذاكر، ولا برضه النهارده هنقضيها استماع؟ ايوه شباب، هي بيبقى كرونيك انفلاميشن، وبعدين جميل الكرونيك انفلاميشن ده بيعمل اوبستراكشن، فممكن جميل يتخلى عن سبازم، تمام وبيبقى فيه فيزيت سكريشن، جميل ممكن مثلا تبقى فيها اكسكيوديشن ايديما، صح كده؟ جميل صح مظبوط. طب ما انت مذاكر اهو يا دكتوره اسماء، ساكته ليه؟ يا باشا مش طيب مسحب مذاكرة، سي او بي دي يبقى حاجة اوبستراكشن، حاجة بتزيق. ماشي. هي بتبقى انفلاماتوري بروسيس زي ما الدكتوره اسماء قالت، مع اللونج تيرم اكسبوجر زي ما احنا قلنا قبل كده، وبتبقى انكريز نمبر اوف ماكروفاج والليمفوسايتس. الماكروفاج والليمفوسايتس موجودين جوه البلاد فيسلز، انما في السي او بي دي بيطلعوا بره البلاد فيسلز ويعملوا يبداوا الباثولوجي. ده في الايرلي ستيج واللي هي ريفرسبل، لما في الليت ستيج بتبدا تظهر النيتروفيلز في الانفلاميشن، ودي بتبقى بروجريسيف. ساعات بتظهر الايزينوفيلز، ودي بتبقى ليها قصه ثانيه في التريتمنت زي ما هنقول. طيب
احنا بالنسبه للباثوفيسيولوجي، فالمقسمين الباثوفيسيولوجي بيحصل في منطقتين، منطقه لما الدايمتر بتاع البرونكاي بيبقى اكتر من 2 مللي، ودي بيحصل السبميكوزال برونكيال جلاند، هي بتبقى اول واحده بتبقى افكتد، بيحصل لها انلارجمنت هي وجبلة سيلز اللي احنا قلنا مسؤولين عن افراز الميوكس، ولذلك بيتفرز ميوكس كتير. وده الساده المدخنين يبقى عارفين ان القصه دي بتحصل مع اول سيجاره، ولا تتوقف الا بعد التوقف عن التدخين لفتره طويله. الميوكس بيبدا يكون في البرونكاي الكبيره ديت الى حد ما، و بيحصل في انفكشن، والانفكشن يؤدي الى ان الاميونيتي سيلز زي الماكروفاج والليمفوسايتس وبعدين ليتر اون النيتروفيلز بيبداوا انفيدنج البرونكيال جلاند. بيحصل كمان اير واي ابيثيليال ميوكوز ميتابليزيا، الميتابليزيا اللي هي بروليفريشن للميكوزا، والانر وول بتاع الانر سايز بتاع البرونكيولز بيبدا يقل، وسيلري ديس فانكشن زي ما قلنا ان السيليا بتبدا ما تقدرش تخلص من كل الميكوزا ديت، والانفلاماتوري سيلز بيعملوا اكسيدات حواليها زي ما الدكتوره اسماء قالت، والسيليا تقف ويتكون يتتراكم الميكوزا اكتر فاكتر، وبعدين هايبرتروفي السموث ماسلز اللي بره، ودي بتبقى ليتر ان ليتر ستيج. طيب احنا لو الحاجات دي قلت على 2 مليمتر دايمترز زي ما احنا في الرسمه اللي احنا عاملينها، وهنا عاملها بالمليمتر مش بالسنتي، يعني الفيفث جنريشن بيبقى 3.5 مليمتر، انما ولغايه 16 جنريشن التشعب رقم 16 بيبقى 6 من 10، ف2 من 10 بتقع في وسط منها، و هي ريسبونس، انما هنا بتظهر الدور بتاع الفايبروبلاست بسرعه، والفايبروبلاست بيعمل فايبر ستيشو، والفايبر ستيشو في الاماكن دي غير مستحبه على الاطلاق، تؤدي الى مشاكل. هنا برضه بدات تظهر الايزوفيل زي ما قلت لكم، و بيظهر بتحصل برونكولايتس اللي هي برونكايتس مع والباثولوجيكال اكستنشن اوف جوبلت سيلز، الجوبلت سيلز مش موجوده في من اول فيس ديفيجن، انما مع البروجريسيف ديزيز تبدا الجوبلت سيلز تو انفيد تحت لغايه ما توصل مرحلة طرفية متقدمة. سكويموس ميتابليزيا زي الثانية بالظبط، وبري برونكيال فيبروزس اللي احنا قلنا الفايبروبلاست بتتكسر وبعدين يحصل فيبروزس، واير واي ناروينج، وفي البروجريسيف ديزيز اللارج دايمتر في السوق دي، السمول دايمترز هي اللي بتأثر اكتر، وهي اللي بتعمل المشاكل اكتر. طيب حتى الريسبيراتوري برونكيولز وال ايوه الريسبيراتوري برونكيولز وال والالفيلاي لا تسلم من الانفلاميشن، برضو الماكروفاج والليمفوسايتس بيعملوا لها انفيجن، وبيحصل الفولار وول ديستراكشن. يعني هنا بنفقد جزء هام جدا من اليونتس اللي بتعمل جاز اكستشينج. و لما يحصل فيبروزس ممكن جزء من الالفولاي
تتسع وتعمل انفيزيما. يعني عندنا المشكلتين الرئيسيتين، في ضيق في مجال التنفس وفي اتساع في الالفيولاي، والاثنين دول مشكلتين قد يبدو عكس بعض في الكنترول عندنا، ولذلك تحدث صعوبات في المانجمنت اوف سي او بي دي بيشنت. مسألة لا تتوقف عند هذا الحد، ولكن كمان البلمونري بلاد فيسلز بتتأثر بالماكروفاج والليمفوسايز، وممكن يحصل بالروفليشن للانتما وللماسكوليتشر، وبالتالي تضيق البلمونري بلاد فيسلز وخصوصا الارتيريال، ويبقى اسوشيتد ويز بلمونري هايبرتنشن وكور بلمونال. الرسم ده بيبين لنا باختصار الباثوفيسيولوجي وبسرعه الاتيولوجي اللي هو السموك والبوليوشن و الخ. و البور لانج والديفلوبمنت والالفا 1 انتيتريبسين، زي ما قلنا الفيميلز معرضين اكثر للميلز، والكرونيك ازمه ممكن تقلب بالسي او بي دي. الاوت دور بولينز زي ما قلنا في المحاجر والبتاع، واحنا عندنا في الشوارع عندنا ما شاء الله برضه في بوليوشن عالي جدا، لذلك متوقع ان احنا في السنين القادمه هيبقى عندنا سي او بي دي بيشن اعلى من السنين اللي فاتت. والايجنج زي حالتي كده بيبقوا معرضين اكثر للقصه دي. بتؤدي الى اكسلريتد ديكلاين مع الايدج، بيحصل ديكلاين في الريسبيرتوري فانكشن، انما لو العيان سي او بي دي الديكلاين ده بيزيد، وبيؤدي الى لانج انجري وسيستميك لانج انفلاميشن وسيستميك انفلاميشن، بيؤدي الى انفلاميشن في اماكن اخرى في الجسم زي اكسترا بالمونري زي الهارت وزي الكدني والاخ الاخ. وامبيرد لانج جروس ده في الاطفال لو تعرضوا للبليوشنز والكلام ده، كل ده بيؤدي لسبيرات الافكت وسيستميك افكت وسمول اير واي ابنورماليتيز وانفيزيما، والانفيزيما بتؤدي الى بيرسيستنت انفلو ليميتيشن، وكل ده بيؤدي الى كلينيكال مانيفستيشن، ممكن تبقى فيشيس سيركت ما بنعرفش نخلص منها. هو امتى يا دكتور ايه محمد بتغير الانترا ثوراسيك بريشر يعني او بيأثر على الشيست وول بقى في السي او بي دي؟ احنا هنشوف دلوقتي الاسسمنت والدرجات بتاعت السي او بي دي وامتى ده بيحصل حالا، هو بعد شويه صغير. الكلينيكال فيتشرز، بدأ الكمبيوتر يكح والعينين تكح. فالكلينيكال فيتشرز بتاع السي او بي دي بيشنت هي ايه؟ اول حاجه ان هو ديفلوب سلولي اوفر ميني ييرز، مش ما بيجيش بسرعه. تاني حاجه شورتنس اوف بريث سبيشالي في الفيزيكال اكتيفيتي، لما واحد ينهج عنده سي او بي دي بينهج بسرعه. طبيعية بيرسيستنت ويز، بيرسيستنت كلمة بيرسيستنت تحط عليها سي او بي العيان يقول لك انا رحت ل 10 دكاترة كلهم قالوا هي بتبقى ضيقة، فالعيان بيبذل مجهود كبير فبيرسيستنت شستي كف زي دي كده سبيوتم. ما بيبقاش في سبيوتم في الستيجز اوف سي او بي دي وفي الليت ستيجز اوف سي او بي دي الاثنين. يعني لو عيان بقى له 40 دول نظم الاكمسكريشن بيجي لهم، احنا قلنا ان الكف تبقى فيها سبيوتم في الايرلي وما فيش فيها سبيوتم في الايرلي ستيجز وفي الليت ستيجز. لو واحد عنده بقى له 40 سنه بيدخن وما فيش عنده ميوكس، ابشر بالليالي الملاح. لما العيان بيبقى عنده سبيوتم الدنيا بتبقى فيها some sort of reversibility،
وحسب نوع الانفكشن يبقى وايت يلو اور جرينش على حسب نوع الاورجانيزم. الجرينش ده اللي بنخاف منه الى حد ما، بس دوموناس يعني حاجات صعبه كده يعني. فريكوينت ريسبيراتوري انفكشن عنده يقول لك انا ايه، بيجي لي التهابات صدريه كل في السنه 3 4 مرات، ده يعني برضه تبقى مشكله الى حد ما كبيره. اللاك اوف انرجي، العيان اللي كان بيشتغل في المحجر وكان بيشيل بلاوي جامده، بعد شويه ما بيقدرش يشيل حاجه، بعد شويه ما بيقدرش يمشي من حاله الشيست بتاعته. و unintended weight loss، بيحصل ويت لوس لان بيحصل اكسترا بالمونري مانيفستيشن، والاكسترا بالمونري مانيفستيشن كلها بتخلي العيان عليل وبيؤدي الى ويت لوس، يبقى زي الكشيفت كده. وسويلنج اوف ذا انكل فوت اور ليجز، ده بيبقى من الهايبوبروتينيميا ومن الهارت ستيج. وشست بين اند كافنج اوف بلاد على حسب السيفيريتي اوف ذا كيس. لما نيجي للكلام اللي الدكتور محمد كان بيقوله، احنا نعرف ازاي ان ديت نعمل اسيسمنت للحاله. فالاسيسمنت بيبدا بالهيستوري، والهيستوري هم فيه اثنين اسيسمنت تول الاشهر في العالم، وللاسف انا لقيت واحد فيهم بس اللي مترجم للعربي، وحطيت لكم الترجمه العربيه، لان حتى يعني لما سالت بتوع الشيست لقيتهم معظمهم ما عندهمش معلومات او ما عندهمش قابليه ان هم يعملوا الاسيسمنت تول ديت للمرضى. اسيسمنت تول بسيط جدا، وما هي حاله موضه لانسداد الرئه والمزمن لديكم، اختبار تقييم مرضك وعاملين له انا سعيد جدا وانا حزين جدا، بس انا لا اسعل ابدا وانا اسعل طول الوقت، لا يوجد لدي بلغم، صدري مملوء كليا بالبلغم، اشعر بضيق في صدري، لا اشعر بضيق، لا اشعر بضيق، كل واحد من 0 1 2 3 4 5 وهكذا، والمجموع الكلي بيبقى من 10. وكل ما كبر المجموع بتزيد السيفيريتي. ده مجرد من الهيستوري. فيه اسسمنت تول تاني اللي هو الميديكال ريسيرش كانسر كونسل ديسنيا سكيل، ده مش للسي او بي دي بس، الديسنيا كلها، وده بيبقى من 5 بوينت من 0 ل 4، واكوردنجلي العيان بيعمل تيكينج على اي واحد من دولت، وعلى حسبها بيبقى السيفيريتي بتاع السي او بي دي. مش هنخوض فيها كتير، هتبقى المحاضره موجوده عندكم، واللي عنده استعداد فده الديسني سكيل، والرسمه دي ظريفه، واحد بيلعب تنس لغايه واحد ما بيقدرش يقوم من على الكرسي من صعوبه الديسنيا، ودي اعلى ديجري فيها. طيب اللي يهمنا احنا كأناسيزيا في الهيستوري الاكزيربيشن، يعني الاثنين اسيسمنت تول دول ما جابوش الاكزيربيشن. الاكزيربيشنز النزلات اللي حصلت العيان في اخر 12 شهر، فلو نزلتين في اكثر ده هنبشر بالليالي الملاح في التخدير بتاعنا، لان القصه هتبقى صعبه. لو اقل من اثنين يبقى المسألة ممكن تبقى كويسة. الكريتيريا بتاع الاكزربيشن ان العيان يكون دخل المستشفى و علشان يتعالج من سي او بي دي، مش اي واحد جاله نزله برد نقول ده اكزربيشن ويبقى سفير، وناخد عليه اقرارات كتيره بالهاي مورتاليتي والهاي موربيديتي. لا، هي لازم يكون داخل المستشفى في التو اكزيربيشنز دول. طيب بنشخصها ازاي؟ في تيست بسيط جدا، تيست بسيط انه 6 مينت ووك تيست، 6 مينت بيخلي العيان يمشي ستريت اون ستريت سيرفيس وبسرعه العاديه، وجوه جوه المستشفى او جوه المكان اللي احنا فيه، بس بشرط المكان ده يكون طوله 30 متر، 30 متر، مش تمشيه في اوضه 3 متر 3 متر ورايح جاي،
يقعد ساعة ماشي وما حصلنا ما عملناش حاجة. لا، هو المكان ده يكون 30 متر يمشيهم رايح جاي لمدة 6 دقائق ونشوف العيان هيحصل له ايه. العيان لو بقى دسنك في اول 3 دقائق يبقى ده سيفير، في تاني 3 دقائق يبقى مودريت تو سلايت افكت، وده هيأثر معانا في الانستيزيا بتاعتنا. السبايرومتري بنلجأ ليها قبل اي عمليه. اي عيان سي او بي دي عنده عمليه سواء ايرجنت او الكتيف بنعمل له سبايرومتري. اي عيان سي او بي دي بياخد برونكو دايليتور نعمل له سبايرومتري قبل البرونكو دايليتور وبعد البرونكو دايليتور، وده بيدينا فكره عن ايه اللي هيحصل معانا في الانستيزيا او في البوست اوبرتيف. في السبايرومتري بنقيس الاف اي في 1 اللي هو الاكسهيل فايتال كاباسيتي او فرصه فايتال كاباسيتي في اول ثانيه على الفايتال كاباسيتي كامله. فلو طلع اقل من 7 من 10 ده يبقى عندنا سيفير. ده جواب تاني يا دكتور محمد، يبقى العيان ده بيعاني من سيفير سي او بي دي، ولو هو الكتف سيرجري هناخد وقتنا وقت طويل عشان نعالجه وعلشان نعمل له فيزيو سيرابي. ده بدينا فكره بس، انما مش هو لوحده اللي بدينا فكره كامله عن السيفيريتي. امال ايه اللي بدينا فكره كامله؟ فعندنا الجولد، عارفين الذهب بكام دلوقتي؟ الجولد ده مش الذهب بتاعنا بقى اللي هو الغالي، لا، الجولد ده اللي هو جلوبال انيشيتيف فور كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. ده جمعيه مهتمه بالكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، وهي اللي بتتابع الابحاث والعلاجات بتاع الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز في العالم كله. فسنة 2017 طلعوا الدياجرام ده، قالوا السبايرومتري اقل من 7 من 10، وبعدين نعمل اسسمنت الاير فلو ليميتيشن ليفل، وبعدين نعمل اكزيبيشن هيستوري، وبعدين اسسمنت اوف سيمتومز. ف قسموا بالنسبه للاف اي في 1 لجولد 1 جولد 2 جولد 3 جولد 4. الجولد 1 اكتر من 80%، جولد 2 اقل من 80%، الجولد 3 اقل من 50%، الاف اي في 1 بس يعني الجولد 4 اقل من 30%. كل ما الجولد كلاسيفيكيشن ده زاد كل ما السيفيريتي بقى اعلى. بعد كده بيشوفهم العيان ده عنده اكزيبيشن اكتر من 2 ولا اقل من 2، و لو اقل من 2 هيبقى كلاس سي ودي، لو اقل من 2 هيبقى كلاس اي وبي. بعد كده بيشوفهم الهيستوري اللي احنا التول اللي احنا شفناها في الاول الام ار سي اللي هي كانت 4 وزائد 0 يعني 5 تول، لو هو من 0 ل 1، او الكات ال 10 نقط، لو هو اقل من 10 يبقى بيقع في الكاتيجوري ايه. الام ار سي لو اكتر من 2 والكات عشرة يبقى هيقع في الكاتيجوري بي. ف سي ودي هم الموست سفير، واي وبي اللي هم اللايت. رجعوا عدلوا الكلام ده تاني سنة 23 وخلوه ابسط شوية، قالوا اعمل له سبايرومتري وبعدين اسسمنت اوف ابستراكشن واسسمنت اوف ريسك اوف اكزاسربيشن، وهي نفس القصه، جولد 1 اكثر من 80، جولد 2 من 75، الاف اي في 1 اكثر من 75 من 50 ل 79%، و3 من 30 ل 49، وجولد 4 اكثر من. وبعدين شالوا البي والسي وحطوا اي. لو قال العيان عنده 2 اكزاسربيشن والام ار سي
من زيرو لواحد او اعلى، يخلوها ايه كلاس ايه يعني دي سي في. ولو مودريت اكزازيرفيشن اقل من اثنين بيخلوها كلاس ايه او كلاس بي. طيب هيفرق معانا ايه ده؟ هو فرق معاهم في التريتمنت. فيما يتعلق احنا بالانستيزيا، انا لقيت الكلاسيفيكيشن ده اسهل من بتاع الجولد، ان هو مقسمه السيفيريتي مايلد ومودريت وسيفير، وعلى حسب البارامترز ديت. والبارامترز دي فيها فيربال ديسكريبتور سكيل اوف ديسنيا، وده من واحد لعشرة، و بيقيس لنا الديسنيا بتاعت العيان دي شكلها ايه، وعلى الريسبيراتوري ريت والهارت ريت والريستنج اوكسجين ساتوريشن، و حاطط كمان السي ار بي. فالحاجات دي كلها مقسم عليها الديزيز لمايلد ومودريت وسيفير، واعتقد ده اسهل لنا يعني ان احنا نشوف الريسبيراتوري ريت والهارت ريت والاكسجين ساتوريشن والسي ار بي. ممكن نقول ان ده مايلد ومودريت وسيفير، بالاضافه ان الكلاسيفيكيشن ده كمان على الحاجات الاكسترا بالمونري زي الهارت فيلير وال الاذر اورجان ديس فانكشن. فاعتقد ان تقسيمه مودريت مرض مودريت والسيفي علشان التريتمنت زي ما هنشوف بعد شويه بنعمل هو ده اللي العيانين. بنعمله الحقيقة يا دكتور محمد، يعني هو ده اللي بنقدر نعمله في هو المستشفيات ده ان الموست نعمل براكتيكال بالنسبه لنا كانستيزيا، بس احنا لازم نبقى عارفين الاولاني ليه؟ لان في التريتمنت بيفرق، والتريتمنت مع العيانين دول لازم احنا نكون عندنا فكره هم ماشيين على ايه يزيدوا ايه ويقلوا ايه، ما نسيبهمش تمام للبروسيس يلعبوا فيهم كده. يعني نبقى عارفين تمام يا الاثنين دكتور. عارفين. انما الكلاسيفيكيشن ده بيأثر معانا احنا في الديزاين بتاع التخدير وديزاين بتاع الفنتليشن بالذات. طيب الدياجنوستيك بيبقى على حسب اللابوراتوري تيستنج والراديولوجيكال ايمجنج، والراديولوجيكال ايمجنج بيبقى نبدا بشيست اكس راي، وشيست اكس راي بنشوف هل في انكريس برونكو بالمونري ماركينجز، والبرونكو بالمونري ماركينجز المفروض ما تعديش تلت الشيست، لو عدت يبقى عند بدا الديزيز يبقى يزيد، لو وصلت للاخر خالص يبقى وصلنا لمرحله متقدمه من الديزيز. وكذلك البارل شيست زي ما انتم شايفين هنا، البارل شيست بيقيس الديستنس بين تو ميد كلافيكولار لاين، المفروض ما يعدي ما يبقاش اكتر من التلتين، لو بقى اكتر من تلتين الشيست دايمتر يبقى عندنا بارل تشيست. بالاضافه الى الفلاتين دايفرام، لو عندنا فلاتين دايفرام بدل ما يبقى كده بقى كده يبقى عندنا امفيزيما، والامفيزيما دي من الحاجات في الانستيزيا. طيب التريتمنت زي ما قلنا بتوع الجولد قالوا ان الجروب ايه بيبقى بيعالج بيه سموكنج سيشن اول حاجه، بينكريز فيزيكال اكتيفيتي او يخلوه يتحرك اكتر ويعمل، واعملوا له فاكسينيشن لشويه حاجات ما علينا منها. جروب بي بيبقى سيشن اوف سموكينج وبرمونري ريهابيليتيشن. الريهابيليتيشن بروجرام بياخد وقت طويل وبيعملوا ناس متخصصين، فلو عندنا اي جروب اذر زي جروب ايه اللي احنا شفناها يبقى لازم نبعته لناس متخصصين في انه يعملوا له اعاده تاهيل للرئتين بتوعه قبل الاوبريشن، بالاضافه الى الفيزيكال اكتيفيتي و الفاكسينيشن. مش ده الفرق الوحيد، لا في فروق تانية. الفروق التانية في نوع العلاج الذي يتعاطاه المريض.
نوع العلاج اللي هو الجروب ايه اللي هو اكثر من اثنين اكسربيشن، بياخد لابا ولاما. ايه اللابا؟ اللابا اللي هو لونج اكتنج بيتا 2 فقلنا الجروب ايه بياخد برونكودايليتو بس، اي برونكودايليتو. الجروب بي بياخد لابا ولاما، والجروب اي بياخد لابا ولاما وانهيلد كورتيكوسترويد. والانهيلد كورتيكوسترويد على كلام هنقول عليه دلوقتي، اللابا اللي هي البيتا بلوكر لونج اكتنج، واللاما اللي هي ماسكارينيك انتاجونست اللي هي الاتروبين لايك اكشن اللي هي زي الابيراتروبيوم، والاي سي اس اللي هي انهيلد كورتيكوسترويد. فده الفروق في التريتمنت. فاحنا برضو واحنا بنتابع العيان ما نسيبش العيان لدكاتره الشيست يقولوا له خد كورتيزون خد مش عارف ايه، ونفاجئ بان احنا ما عملناش حاجه والدنيا مش كويسه معانا. طيب اللابا اشهرهم الفومترول والسالمترول. اندستترول بيتاخد مره واحده في اليوم. انا مش عارف وجود الاندستترول في مصر وضعه ايه. الانترنت ما هيش ستيبل قوي، فلو في اي مشكله قولوا لي نعيد تاني، لان النهارده شكلها الانترنت مش حلوه يعني. الماسكارينيك انتاجونست تشتغل على الام 3 ماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي بتعمل ريلاكسيشن لسموث ماسل، وبتتقسم لجزئين ساما ولاما. الساما اللي هي الشورت اكتنج، الشورت اكتنج ماسكارينيك انتاجونست اللي هي اشهرها الابراتروبيوم، وده موجود عندنا في مصر كتير، والاكسيتروبيوم، وده ما اعرفش موجود ولا مش موجود. اللاما اللي هي اللونج اكتنج والتايب جلايكوبريت، واللي في الوسط ده الاسيدولينيوم. الاسيدولينيوم ده مش موجود في مصر وما شفتوش حتى في السعوديه، انما الجلايكوبريت والجلايكوبريت موجود اورال وموجود وبيستخدم في الحالات دي كتير. ممكن تتعاطى وانس ديلي او توايس ديلي زي ما احنا شايفين. طيب الانهيلد كورتيكوسترويد عليها كلام كتير وطلعت من اللعبه الى حد ما. طلعت من اللعبه ليه؟ لانه قالوا انفيترو في كرونيك انفلاميشن ما فيش ريسبونس. يعني لو انت اديت لعيان كرونيكلي افكتد قلنا الهيلد كورتكوستيرويد في ان فيترو لقاها ما فيش اي افكت، ما بتاثرش على حاجه، لا المايكرو لا الماكروفاج ولا النيتروفيلز ولا الزينوفيلز ولا اي نوع من الكومبوننتس اوف كرونيك انفلاميشن. ان فيفو الداتا انكلير وريكواير فرزر انفستيجيشن. ف نصحهم دلوقتي بان احنا نتمهل كثيرا في ان احنا نعطي كورتيكوسترويد في للعيانين اللي هم سي او بي دي الكرونيك، انما الامر بيختلف في الاكيوت اكسيربيشن، بيعتبر ان فيها اكيوت اليمنت وبنديها فقط ان كومباينيشن مع اللونج اكتنج برونكو دايليتور سواء لابا او لاما ماشي، وبتبقى مور افكتيف. انما لو اديتها لوحدها الافكت بتاعها بيبقى قليل. برضو احنا ناخد بالنا من القصه دي، عيان سي او بي دي وجاي لك في اكزربيشن حصل له اكزربيشن بعد العمليات، هتدي له بيتا ستيمولانت مع كورتيكوسترويد او ابراتروبيوم مع كورتيكوسترويد، ما تديش ده لوحده او ده لوحده عشان الاثنين بيدوا نتائج احسن. انما في الحاله العاديه من غير اكزربيشن ما تديش حاجه. دي اكزامبلز للكورتيكوسترويدز، و هنشوف الصور بتاعتها فيما بعد. واشهرها عندنا البالمو كورت.
ده ملخص الادويه بتاعه اللي بتستخدم في السي او بي دي، وده هتركه لكم يبقى عندكم كمرجع. لو شفتوا عيان سي او بي دي هتعرفهم اي نوع من الادويه وتبع الكاتيجوري هي وبتعطى ازاي. ديفرنشال دايجنوزيس حاجات كتيره. الازمه الانترستيشيال لانج ديزيز، البرونكولايتس، الديفيوز برونكولايتس، الهارت فيلير، الثرومب امبوليك ديزيز، التوبركلوزيس، سيستيك فيبروز، كل الحاجات دي لازم نجهد نفسنا في ان احنا نعمل لها اكسكلوجن، وخصوصا المالجنسي قبل ما نقول ان العيان ده سي او بي دي. نيجي للاناسيزيا. البري اوبرتيف اسيسمنت او البري اوبرتيف فيزيت لازم نتوقف كثيرا عند السموكينج. السموكينج العيان لو بيشرب اكتر من 40 علبه سجاير في السنه بنعتبره هاي ريسك خلاص، وبتاخد بقى كل الاجراءات بتاعتك وكل الـ كل الـ ما تحتاجه من اوراق في للعيان ده، منها كونسنت للبوست اوبرتيف فنتيليشن، منها كونسنت للموربيديتي والمورتاليتي وهكذا. بنوقف التدخين المفروض ايدالي يقف 8 اسابيع. 8 اسابيع لان في 8 اسابيع بيبقى الميون فانكشن بترجع لحد ما، والدراج ميتابوليزم تبقى نورمالايزد. واكتر من 8 اسابيع بتقل الموربيديتي والمورتاليتي بتاعه الاوبريشن بتاعتنا. من 12 ل 24 ساعه بيقل الكربون مونوكسيد فقط والنيكوتين ليفل. من 48 ل 72 ساعه الهيموجلوبين بيبقى نورمالايز والاير واي فانكشن بتبقى تو سم وات امبروف. اسبوع الاثنين بيقلل السبيتوم برودكشن. ما بين 72 ساعه واسبوع بيزيد السبيتوم برودكشن، ودي لازم نبقى عارفينها ونحذر العيان يقول لك اه ده انا يعني صدري قفل، وبعدين لما شربت السجاير بقى بدات اتحسن في اول اسبوع. اول اسبوع ده بيزيد السبيتوم سكريشن، ولازم العيان يصبر لغايه ما الاسبوع ده يبدا يخلص، وفي وقتها يبدا السبيتوم برودكشن يقل والامور تتحسن. من 4 ل 6 اسابيع البلمونري فانكشن تيست بيتحسن، ومن 6 ل 8 اسابيع الدنيا بتبدا ترجع الى حد ما طبيعي. فاحنا العينين دول لازم نضغط عليهم جامد ان يوقفوا التدخين، وان عرفنا نوقفه اطول فتره ممكنه نحصل على نتيجه ممكنه. العينين دول بنخليهم او نسالهم عن الستير كلامبنج بيطلع كام دور، السؤال الشهير بتاعنا، او نعمل له 6 مينيت ووك تيست اللي احنا قلناها من شويه. بنعالج الابر ريسبيراتوري فانكشن، لان الابر ريسبيراتوري فانكشن لو قلب باللور ريسبيراتوري بتبقى كارثه. بنوديه شيست فيزيوثيرابي، وزي ما قلنا كل ما كان الديجري بتاعه السي او بي دي اعلى يبقى الفيزيوثيرابي بتبقى مطلوبه اكتر، لغايه ما نوصل للبلمونري ريهابيتيشن اللي هي اعاده تاهيل الرئوي. ودول بيعملوا لهم تريننج على الاكسبانشن مانوفر. وبنشوف السيرجيكال سايت اوف انفكشن، كل ما كان السيرجيكال سايت اوف انفكشن اوف انسيجن اسف سيرجيكال سايت اوف انسيجن كل ما كان في الشيست او الابدومين المخاطر بتبقى اعلى، وكل ما كان بريفرال المخاطر بتبقى اقل. وده بيدينا مؤشر على ان احنا هناخد كونسنت على ايه من العيانين دول. الديوريشن اوف سيرجري، ومكتوب ان ديوريشن اوف سيرجري اكتر من ساعتين بتبقى معاها البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن اللي هي البي بي سي بتبقى اعلى. ولذلك الجراح لازم يبقى عارف المعلومه دي، ويبقى لو يقدر يخلصنا قبل ساعتين الامور بتبقى احسن بكتير. الامرجنسي بتبقى فيها لاك اوف اسيسمنت ولاك اوف تريتمنت، والمخاطر بتبقى اكتر طبعا، فلذلك بنعمل احتياطاتنا من كل ناحيه.
الاكزامينيشن بنحدد الاساس ستيتس، هنشوف السي او بي دي لوحدها ولا معاها حاجات تانية، هايبرتنشن دايابيتس الاخ، والكنترول بتاعها شكله ايه، وكل ما طلعت الاساس ستيتس كل ما كان مطلوب منا الحذر اكتر، الفايتلز كما هو مطلوب، والجنرال خصوصا الجنرال اكزامينيشن خصوصا الويت لوس والوركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. الشيست بنسمع برولونج اكسبيريشن، وبنسمع ويز، وبنسمع بوزيتيف كاف، والهارت بنعمل اكزامينشن لان ممكن يبقى معقول معانا مع السي او بي دي هارت فيلير. الانفستيجيشن شيست اكس راي زي ما قلنا، والشيست اكس راي لازم نشوف فيه انفيزيما ولا لا، ونشوف فيه ريسبيراتور انفكشن ولا لا. السبايرومتري، ممكن احنا بنعمله، بادوات بسيطه خالص، في حاجه البونس ويستل ده صفاره بونس ده، والعيان بيصفر فيه، وده بنعرف الفايتال كاباسيتي بتاعه قد ايه. اول الاكثر دقه الرايت سبايرومتر اللي هو ده هوت، وده المفترض يبقى موجود في كل مكان او في كل مستشفى فيه رايت سبايرومتر، بحيث ان احنا لما نيجي نستخدمه نعرف العيان قبل العمليه على طول عندنا عامل فايتال كاباسيتي قد ايه، ممكن نعرف ايه في اي في 1 كمان على حسب الساعه. بلاد جاز، وفي البلاد جاز بيدينا مؤشرات عن الاكسجينيشن وعن الكربون دوكسايد، وهنا الاكسجين يعني بنحاول بقدر الامكان نخلي الارقام اللي عندنا زي البلاد جاز، يعني لو لقينا الساتوريشن بتاعنا مثلا 88 ما نحاولش نطلعه ل 95 ولا 99 ولا 100%، لان ده هيضر العيان. الكربون دوكسيد لو لقيناه 60 ما نحاولش ننزله بقى نخليه 33، لان ده لو عملنا كده يبقى احنا هنواجه يوم صعب. فبنخلي البلاد جاز هو المؤشر بتاعنا، البري اوبرات بلاد جاز هو المؤشر بتاعنا اللي احنا هنلعب عليه طول وقت العمليه وبعد وقت العمليه. بنخلي الارقام بتاعه البلاد جاز هي نفس الارقام او قريبه منها او بنحسنها قليلا. الايكو كارديوجرافي، وبنسال الكارديولوجيست عن البلمون هايبرتنشن بالذات، مش البلمون هايبرتنشن بس، وعن البلمون بلاد بريشر اعلى من 60 ولا لا. لو اعلى من 60 دخلنا في سيفيريتي في كاتيجوري تانية من السي او بي دي، والبروجنوس فيها بيبقى وحش، وبنعرف العيان بالجراح كده. السي بي سي والسي بي سي لو نورمال ويل اند جود، لو انيميا بتبقى باد، ولو بوليسيسيميا تبقى ذا وورست. ليه؟ لان البوليسيسيميا معناها ان العيان عنده كرونيك هايبوكسيميا، وادت الى انكريز في الـ ار بي سيز وفيسكوستي اوف بلاد ومشاكل تانية. الالبومين وده الاوه بريدكتور للبوست اوبرتيف كومبليكيشن لو انه اقل من 3.5 مللي جرام، وده بيبقى العينين دول ما لهمش نفس وبيبقى عندهم مال نيوتريشن، فبيوصوا ان احنا نحسن القلب من لاكثر من 3.5 مللي جرام. الالكترولايت والليفر وكيدني فانكشن ده بيتعمل كبروتين. طيب البري ميديكيشن قبل ما ندخل العيان لازم يبقى على الاوبتيمم دوز اوف برونكودايليتور، وبنعرف بياخد ايه والمفروض ياخد ايه. لو هو كلاس بي او ايه بيبقى هياخد انتيكولونيرجيك مع بيتا ادرين ريسبتور، لو هو كلاس ايه بياخد بيتا ريسبتورز بس، وهكذا، ويبقى جايب ادويته معاه وبياخدها لغايه يوم العمليه. المسائل زنسينز، يعني للاسف لم يثبت لها برونكودايليتور افكت، انما بتحسن الديافراج كونتراكشن، ولازم ناخد بالنا ان هي لها توكسيك افكت لان هي فيز زيرو فارماكوكينيتيك زي ما شرحنا قبل كده، فلو نقدر نبعد عنها يبقى افضل، لان مش هنحصل على برونكودايليتيشن وممكن نحصل على توكسيك افكت في اي وقت من الاوقات. الاسترويدز وده لازم يبقى معانا موجود في العمليات، لان لو حصل اكزربيشن مش هنجدنا الا الهيلد كورتكسترويد مع واحد من الاثنين من التو كاتيجوريز اللابا او اللاما اللي فاتت، بيتا ستيمولانت والانتي كولينرجكس. و
هنا بنعيد تاني بنقول ان الاورال والاي في كورتيكستورييد ان نسيسري نوت نسيسري، الا اذا كان العيان مش على كورتيكستورييد في الست شهور الاخرانيين، فده هنديله دوز من 25 ل 100 مللي جرام هيدروكورتيزون قبل ما يبدا العمليه. لو ادينا له اورال واحنا منتظرين ان البرونكوس سبازم او البرونكو دايلاتيشن يحصل، مش هيحصل الا في 20 ل 25% من البيشنت، والريسبونس ما بقاش مارفلس قوي. انما في وجود الاكزاسيربيشن ممكن نستخدم الهيد كورتيكوستيرويد دولت وما نخافش انه يعمل لنا يزود لنا ريسك انفكشن، لا ما بيحصلش، او بيقلل الوند هيلينج برضه ما بيحصلش. اللي بيقلل الوند هيلينج اللونج تيرم اورال او اي في كورتيكوستيرويد. انتبيوتكس طبعا بروفلاكتيك انتبيوتك بيتعطى، ولو فيه انفكشن لازم يتعالج الاول قبل ما ندخل العمليات. البنزودايازيبين غير مرحب بها تماما في هذه السيتويشن، لان بتؤدي الى الريسبيراتوري ديبريشن، والعيان بيبقى اقل قدره على انه يعمل كليرنج اوف سكريشنز. الناركوتكس يعني مرحب غير مرحب بها بس بدرجه اقل من البنزودايازيبين، وبنلجا ليها لو ان العيان ده عنده رياكتيف ايروي واحنا عايزين نعمل بلاندنج للرياكتيف ايروي، انما في الحاله دي بناخد عليه كونسنت في البوست اوبرتيف فنتيليشن. طيب الانستيزيا، طيب ريجنال انستيزيا طبعا هي مستحبه جدا في الحالات دي، السباينال والابيديورال والنيرف بلوك هي الافضل، لان ما فيش مانيبيوليشن للايروي ولا بنخاف من الكومبليكيشن. الريجنال انستيزيا بتبقى اقل بنسبه 50% في حدوث البوست اوبراتيف بلمونري كومبليكيشن، ودي نسبه لا يستعان بها، ولذلك العيانين دول مفترض ان احنا نديهم نفكر اول في الريجنال انستيزيا قبل الجنرال انستيزيا. بتعمل جود انالجيزيا زي ما عارفين، زي ما احنا عارفين، انما مشاكلها ان لو في برلونجد سيرجري يعني هندي ريجنال وبعدين ندي جنرال، يبقى احنا اخذنا المشاكل الاثنين. الاكسبلوريشن الاكستنت بتاع السير بتاع الجرح والمانيبيوليشن ما بيبقاش عارفينه، فممكن يدخلنا في مشاكل تانية. في عندنا حاجة مهمة اللي هو الانترسكالين بلوك اللي بيعمل دايفراجماتيك باراليسيس، والدايفراجماتيك باراليسيس في الحالات دي ممكن يبقى فيتال او يؤدي الى برلونج فنتيليشن، ممكن احط له تيوب ويبقى برلونج فنتيليشن. ف مش مستحب الانترسكالين بلوك في العيانين دولت نظرا للديفراجماتيك باراليسيس، وانه بيعمل بلوك للستالت جانجليون، فبيؤدي الى ديكريز سمباثيتك تون وبيؤدي الى برونكو سبازم. انتر اوبرتيف زي ما قلنا ان الانستيزيا تايم المفروض تبقى اقل من ساعتين، لان القصه بيقل البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن لو الجراحه اقل من ساعتين، والجراحه والباكيو يبقى اقل من 3 ساعات برضو، ان العيان يفضل في البوست اوبرتيف كير يونت اقل من 3 ساعات. بنلاحظ ان العينين اللي قعدوا اقل من 3 ساعات فيهم المشاكل بتقل كثيرا عن العينين اللي قعدوا اكثر من 3 ساعات في الجراحه والبوست اوبرتيف كير يونت. لو العيان ده برد او ما دفعش بما فيه الكفايه بتزيد البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن، ودي نلاحظها حتى لو العيان واخد ريجيونال، عيان بيعمل تي او ار وما دفوش المحاليل، تبص تلاقي ايه تاني يوم ولا تالت يوم بدأ يدخل في نمونيا وبدأ يدخل في مشاكل ودي ساتوريشن والى اخره. الفلويد لازم يبقى ريستريكتيف فلويد ابروتش، لان كل ما كتر الفلويد كل ما زادت الاديمه في الايرويز سمول ايرويز وول، كل ما زاد الاوبستراكشن وبدات المشاكل تزيد، فاحنا دايما بنخلينا عن الريستريكتيف سايت.
البري اوكسجينيشن، البري اوكسجينيشن يعني لا يكفي فقط ان احنا نخلي العيان ياخد نفسه بس، انما العيانين دول قد ياتوا الى العمليات او قد يكون عندهم هيستوري ان هم بيستخدموا سيباب ديفايس. لو لقيت العيان بيستخدم سيباب ديفايس يبقى انت لازم يبقى عندك على الفنتليتور بتاعك سيباب، او انت تعرف تعمل سيباب بايدك، او يجيب السيباب بتاعه من البيت عشان نعمل له بري اوكسجينيشن بيه، لان الاكسجين ساتوريشن مش هيعلى للعيانين دول الا باستخدام السيباب. انك تدي له نفس كده ويبقى الاكسجين ساتوريشن 92، وتيجي تعمل انتوبيشن تلاقيه بقى وصل 60 و50 وارست ويجري، لا يعني القصه صعبه شويه. اي برونكوسبازم شود بي تريتد بروموتلي، واحنا قلنا البرونكوسبازم بيتعالج ازاي، باللاما او لاما مع انهيلد كورتيكوستيرويد في الحالات السيرجيكال دي. الاندكشن ايجنت الكيتامين مرحب به بشده، وهو قد يكون الاندكشن ايجنت تشويز في حالات السي او بي دي. البروبوفول يعني ممكن يستخدم، ولكن حالات وجود الكارديو فاسكولار بروبلمز البروبوفول لازم نستخدمه باحتراس، او ممكن نستخدمه مع الكيتامين، او ممكن نستخدمه مع الفولاتايل اناسيتيك. الفولاتايل اناسيتيك انت العيان بياخد نفسه و الباربيتوريت غير مرحب بها تماما لان بتعمل بروكسيماسيون. الايروي ريفلكسز بنعملها بلانتنج مع ديب اناستيزيا، ودي في الحاله دي ممكن نستخدم الفولاتايل او ان كومباينيشن مع البروبوكول او مع الكتامين، مع الكتامين احسن. ممكن ندي ليدوكين، ليدوكين انترافينوس او بيعمل بلانتنج للايروي ريفلكسز، انما لوكال ممكن يعمل اريتيشن، ممكن يعمل يزيد الايروي ريفلكسز ويزيد الانترا ثوراسيك بريشر، ونحصل على مشاكل جديده احنا في غنى عنها. فاذا كنت عايز تستخدم الليدوكين استخدمه انترا فينوس. الاوبيويد ممكن نستخدمها، ولكن كما قلت قبل كده ان نبقى على حذر ان الاوبيويدز ديت ممكن تبقى عامل لنا مشاكل في الريكفري. الفولاتيل انستيكس زي ما قلنا ان هي اكسلنت، وممكن نستخدم ايزوفلوران والسيفلوران والديس، بس ولكن الديسفلوران لا، الايزوفلوران ما بيستخدمش اثناء الاندكشن لان بيبقى ريتنت، ولذلك هيفضل عندنا السيفلوران. ما حدش جاب سيره الهالوسان لان الهالوسان بقى اوبسوليت في الدنيا كلها، انما لو عندك هالوسان استخدمه ما فيش مشكله، لان احنا عندنا هالوسان في مستشفى التامين والحمد لله. بنستخدم النورمال دوزج، ما تخافش ما تقلقش، لو ان ما فيش عند العين ما فيش عنده كارديا انسلت استخدم دوسج و الفولاتايل انستيتكس ما تخافش منها ديورنج سيرجري، ولكن كل شلل او تزود على حسب الحاله بتاعتك. وانت بتعمل اندكشن العيان خلي الهيد اب لو امكن، وبرضه لو ديورنج انستيزيا برضه خلي الهيد اب لو امكن، لان ده بيقلل انتراثوراسيك بريشر وبيقلل المشاكل في الجاز اكسشينجز. العينين دول بيبقى عندهم هاير ريسك اوف فيرتيبرال فراكشر حتى لو ما بياخدوش كورتيكوستيرويد، وعندهم مال نيوتريشن، والمال نيوتريشن بيعمل اوستيوبروز، الاوستيوبروز بيبقى عندهم ريسك. لذلك لازم واحنا بنعمل لهم بوزيشننج كلنا نبقى في منتهى الحرص. اللاترال بوزيشن وخصوصا في السوراكوتومي، والسوراكوتومي دي هناخدها في كاتيجوري في قاعده ثانيه طويله، لان العينين دول ممكن يجي الراجل بتاع الشيست يقول لك انا عايز اعمل لانج ريدكشن سيرجري، وفي اللانج ريدكشن سيرجري لاترال وبيعمل حاجات تانية كتير، ودي مش موضوعنا النهارده، دي موضوع تاني خاص بالوان لانج انستيزيا والثوراسيك سيرجري هنتكلم عليه فيما بعد ان شاء الله. نلاحظ دايما ان العيان اوبيز او عيانه اوبيز وهتعمل هيستروسكوب مثلا وقال لك نزل راسها تحت، دي ممكن تبقى مشكله لوحدها، وكمان ممكن
التيوب تدخل في وان برونكس، في الحاله دي ممكن الاند برونكال انتوبيشن في العينين دول بيبقى ميبي فيتال، فناخد بالنا من القصه دي تماما. والتشنجنج بوزيشن سواء واحنا بنحط العيان او بننقله او احنا بننيمه، بمجرد ما نغير البوزيشن دي عامه، نحط ايدينا على عشان العينين دول بيبقى عندهم اتوبيب وبيبقى عندهم مش عارف انت كنت سامعني لغاية فين؟ سامعني دلوقتي يا شباب؟ ايوه بيه، اخر حاجه سمعتها الهستروسكوب لما العينه بتطلع ايوه دكتور عبد كده. الرحمن سامعني؟ اه معلش النت قطع، احنا كنا وصلنا لغاية فين؟ البوزيشننج؟ اه يا فندم، في ايوه البوزيشنينج دكتور اخر. محمد، ايوه البوزيشن. تمام. قلنا العينين دول عندهم هاي ريسك اوف فيرتيبرال فراكشر، وده بيبقى من الاوستبروز، حتى لو ما بياخدوش كورتيكوسترويد، ف حريصين في القصه دي اللاترال بوزيشن والسيراكوتومي. السيراكوتومي ده هناخده في كاتيجوري في مره تانيه في قعده طويله في الوان لانج انستيزيا، لان العينين دول ممكن يجي الجراح يقول لك عيان سي او بي دي وانا عايز اعمل له لانج ريدكشن سيرجري، ودي هناخدها لوحدها في قعده طويله جايه ان شاء الله. الاوبيس بيشنت قلنا الهيد داون، واحد بتعمل هيستريكتومي ولا هيستروسكوبي وقالوا نزل الهيد بتاعها وهي تخينه، فممكن دي ساتوريتد ايرلي، وممكن التيوب تدخل اندو برونكيال، والاندو برونكيال انتوبيشن في العينين دول بيبي فيتال، فلازم ناخد بالنا ونبقى حريصين في القصه دي دايما، نحافظ على وضع التيوب ونحافظ على الفنتيليشن بتاعها كويس. وكقاعدة عامة قلنا في التشنجنج بوزيشن لازم نراجع كل حاجتنا بما فيها البلس، ولازم العيانين دول يبقوا مرتاحين لان الانسيدنس اوف نيرف انجري عندهم اعلى. النيورو ماسكولار ريلاكسيشن يعني غير مستحب في الحالات ديت، وان قدرنا نمشي الحاله من غير نيورو ماسكولار ريلاكسيشن بيقل الانسيدنس اوف بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن. وخصوصا لو احنا مش عامل لهم سفيشنت ريفرسال، البوست اوبرت بالمونو كومبليكيشن بتزيد. فبنحاول لو ما قدرناش نمشيها من غير نيورو ماسكولار، يبقى نمشيها بدوز اقل دوز، ونعمل مونيتورنج للنيورو ماسكولار بلوكينج، وما نصحش العيان ولا نشيل التيوب الا لما الترينو فور يبقى اكثر من 95% يعني واحد. والجماعه اللي بيحضروا معايا فوريت وريناهم كذا مود اوف فنتيليشن ان ممكن نلجا ليهم، خصوصا في الحاجات اللي مش محتاجه ريلاكسيشن جامد زي الحاجات المعموله في الايدين وفي الرجلين. العمليات اللي في الايدين والرجلين ممكن نمشيهم على مودز اوف فنتيليشن من غير مصر لاكسا. النيستجمين از ريفرسال برضه بيؤدي الى سايد افكتس، منها ان السكريشنز بتزيد وبيؤدي الى فاجوتونيك افكت، وده بي مراح ان فافورابل تماما في مثل هذه الحالات. انما الساجمادوسك يقال ان هو بيقلل الريسبيراتور فيلير والبلورا فيوجن والاتيليكتسيس، و في الحاله دي هندي مصر لاكسنت تبقى ريفرسال بالساجما دكس ونعمل له ريفرسال بيه، وفي الحاله دي بنحصل على نتائج افضل. بالنسبه للميكانيكال فنتيليشن، لان لسه عندنا 10 دقائق في الـ الزوم، هنحاول نخلص قبلهم ان شاء الله. الميكانيكال فنتيليشن في العلاج دي كلها بنعمل لانج بروتكتيف استراتيجي، واللانج بروتكتيف استراتيجي احنا اتكلمنا عليها للجماعه اللي حضروا معانا الفنتيليشن، واللي ما حضروش ممكن نبقى نشرحها لهم تاني. فبندي تايدال فوليوم قليل، تايدال فوليوم بيبقى 6 سم 6 مللي بير كي جي ممكن اقل يعني، وبيبقى على البريدكتد بودي ويت مش على الاكشوال بودي ويت.
وما تخافش من ال 6 مللي دول، لان الاتليكتاسيس ما بيزيدش مع 6 مللي، بيبقى كويس. البيب بنبقى بين نارين، البيب بيعمل لنا حاجات حلوه كتير، فاسيليتيت الاكسبيريشن، بيبقى فيه بيتر اوكسجينيشن، بيبقى بالمونري كومبلاينس، بيقلل البالمونري بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن، بيقلل البريسنج افورت. ده في الغالب بيبقى البيب اللي من 5 ل 8. انما لو لجأنا الهاير بيب هنا تقع المشكله. الهاير بيب العيان ده ممكن يبقى عنده انفيزيما، والانفيزيما ده ممكن يؤدي الى بلاوي كتير. الاتليكتسيس نسبته بتزيد، وممكن يحصل معانا تروما، لا اما فوليو تروما، لا اما بارو تروما، وديموسوركس اثناء العمليه. بنحرص دايما ان البيب بتاعنا في الحالات دي بيبقى من 5 الى 8، وان رفعنا البيب عشان نعمل اكسجينيشن يبقى فتره قليله، نرجعه تاني ل 5 الى 8. مشكلتنا الكبيره في الحالات دي هي اللنج هايبر انفليشن، او الاوتو بيب، او الاير ترابنج، او البيب انترنسيك بيب، او البيب اي، كل دي اسامي نفس المعنى، ان يدخل هواء وما يخرجش، فيدخل هواء وما يخرجش، ده بيؤدي انكريز انتراسيلولار بريشر، هايبوتنشن، والهايبوتنشن ده بي سيفير انف انه يهدد حياه العيان، ممكن يؤدي الى باراتروما، ممكن يؤدي الى فوليو تروما زي ما قلنا، ممكن يؤدي الى هايبر كابنيا واسيدوزس. الدايجنوزس هنشوفه في الثلاثه سلايدز الجايين، وبمجرد نظره للكيرفات اللي انا علمتكم ان احنا بنشخص منها الهايبر انفليشن، نعرف ان العيان ده عنده ارتراب او هايبر انفليشن او اوتو بيب، اللي هم البريشر تايم كيرف، الفلو تايم كيرف، البريشر فلو، والبريشر الفلو بريشر لوب. البريفنشن بنمنعها ازاي؟ ندي تايدال فوليوم اقل، وريسبيراتوري ريت اقل، والاي اي ريشيو تبقى ناحيه الاعلى، يعني ده واحد الى بدل واحد الى اثنين، تبقى واحد الى ثلاثه او واحد الى اربعه. واحنا في الغالب في الحالات السي او بي دي بنبدا بواحد الى ثلاثه، يعني واحد الى اثنين دي ما بنبداش بيها ابدا. نستخدم برونكو دايليتور، وبعدين في الاخر داويني بالتي كانت هي الداء. لو كل الكلام ده ما نفعش نزود البيب بتاعته، ممكن يحل لنا المشكله. بنشخصها اهو، ده البريشر تايم كيرف. بنيجي هنا عند البريشر لما الكيرف يوصل للبيز لاين، وبنوقف الفنتليتور خالص، ونشوف الكيرف هيمشي ازاي. لو مشي كده يبقى ما عندناش اوتو بيب، لو مشي كده يبقى فيه اوتو بيب بهذا القدر. طبعا ده عايز مهاره، وعايز الواحد يعني يكون ايده خفيفه ويوقف الفنتليتور في حته مهمه، مش وفيه زرار موجود في اسمه اكسبيراتوري هولد بوتون، موجود في بعض الفنتليتورز خصوصا بتاعه العنايه، مش موجود في التخدير، ولذلك لا نعول على الكيرف ده قوي. انما الكيرفين التانيين سهلين. ده الفلو فوليوم، الفلو تايم كيرف. الفلو ده الاسبيراتوري فلو، ده الاكسبيراتوري فلو. الاكسبيراتوري فلو في العادي بيبقى بينزل زي علامه الصح كده، وبيوصل للبيز لاين، وبيفضل ماشي على البيز لاين. ده الاكسبيريشن، وده البوست اكسبيراتوري بيريود. لما بيحصل السمول ايرويز بتقل، بيبدا البوست اكسبيراتوري بيريود دي بتبقى انكروش، بتقل او بتختفي خالص، وعلامه الصح بتفصل ماشيه لغايه ممكن نيكست تايم. لو بقى فضلت ماشيه بالطريقه ديت، وجت قبل النيكست سايكل، وراحت عامله منتهيه فجاه كده، ده اوتو بيب. نظره واحده للجهاز، لو لقينا الشكل ده اهو، يبقى ده عندنا اوتو بيب اهو، الديكريز دي فلو ده معناها فيها اوبستراكشن، الانكروشمنت اوف بوست اكسبيراتوري بيريود ده معناها فيها الاوبستراكشن بيزيد،
الابربت ترمينيشن او اكسبيريشن قبل النكست ريسبيراتوري سايكل في الفلو كيرف، ده معناه فيه اوتو بيب، يعني نظره واحده للجهاز نعرف ان فيه اوتو بيب ولازم نعالجه. في اللوب بيبقى الفلو الفوليوم او الفلو بريشر فوليوم لوب بيبقى عامل بالمنظر ده. لو لقينا فيه حصل تيل هنا كده يبقى معناها ان ده فيه اوتو بيب، والجماعه اللي ما شافوش اللوب ده عندنا موجود عندنا اجهزه، ونبقى نوريه لهم ويشوفوا ان شاء الله. طيب العينين دول نعمل لهم ريكروتمنت ولا لا؟ الريكروتمنت ان احنا نفضل نزود البريشر شويه 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 لغايه ما يحصل انكريز في الاكسجينيشن، فممكن يبقى ريسكي في الحالات دي، ولذلك لا يفضل انك تعمل الريكروتمنت الا اذا كنت مزنوق جدا. وبيحسن الاكسجينيشن وبيحسن البالمون فيسيولوجي وبيحسن البالمون فانكشن تيست وبيحسن الشيست كارديوجراف، ولكن ممكن يؤدي الى كومبليكيشن زي نيموثوراكس وبلاوي من هذه الناحيه. فالريكروتمنت لازم يبقى واحد خبير اللي يعمله، ويعمله بطريقه فيها عقل كتير، وما يدخلش العيان في مشاكل عاليه. يعني مش هنتكلم فيه كتير، هنبقى نشرحه بالتفصيل لكل الناس اللي هيبقوا معانا على عيان ازاي تعمل ريكروتمنت في العيان العادي، وازاي تعمل ريكروتمنت للعيان السي او بي دي. احنا هنا اتكلمنا عن شويه حاجات خاصه بالفوليوم وخاصه بال ال الاي اي ريشيو وال الاوتو بيب. طيب البيك اير واي بريشر يبقى بنحدده ازاي؟ العيان ده اول ما بينام بتلاقي فيه هاي بيك اير واي بريشر، ما تخافش، يعني طول ما اقل من 30 ما تقلقش، ما فيش مشكله. لو اقل من 30 لازم تقلل الدرايفنج بريشر. ايه هو الدرايفنج بريشر؟ اللي هو بين البلاتو وبين البيب. والدرايفنج بريشر ده يا اما تقلل التايدال فوليوم او تقلل حاجه اسمها السلوب. السلوب ده برضه هوريه لكم في المكنه عندنا، و بنلجأ ليه في كل ما اللانج بقت في بنقول الدرايفنج بريشر اللي هو بين البيب بتاعك وبين البلاتو او البيك ده المفروض ما يزيدش عن 15 سم، وده اللي بيحدد لنا الاكستنت اوف انجري لو حصل الانسيدنس اوف انجري اللي ممكن يحصل للعيانين دول. الاي ريشيو احنا قلنا ان بنبدا بواحد لثلاثه وممكن نوصل لواحد لخمسه، واللونج اكسبيراتوري تايم ده يسمح للهواء انه يطلع من الاوبستراكتد اير ويز من غير مشاكل. الاف اي او 2 احنا بنبدا في الحالات العاديه باف اي او 2 ب 60%، انما هنا بنبدا ب 80%، وبنعمل تايتريشن لغايه الساتوريشن حوالي 93%، ده بيبقى كويت سفيشنت للعيانين دول. بالنسبه للهايبوكسيك بالمونري فازو كونستريكشن بيبقى ريديوسد في العيانين دولت، وبيؤدي الى جود اوكسجينيشن، فاحنا الدراجز اللي بتعمل لهم سبريشن للهايبوكسيك بالمونري فازو كونستريكشن ممكن تعمل لنا مشاكل جامده جدا، فلازم نبقى عندنا حريصين ونبقى عارفين ايه الدراجز اللي بتعمل هايبوكسيك بالمونري فازو كونستريكشن سبريشن، وخصوصا الفولاتايل اناسيتيك، ونستخدمها باحتراس الى حد ما. السو 2 في العينين دول بيبقى كاركترستيك، والمنظر بيبقى عامل زي السو تيس ابيرنس، هم والبرونكيا الازمه واحد، بيبقى عامل زي اسنان المنشار. لو انت شفت المنظر ده يبقى عندنا اروي ناروينج، سمول اروي ناروينج، ونبدا نحاول نعمل دايليتيشن.
الـ CO2 في العينين دول بيبقى عالي، ونحاول نرجعه طبيعي. ممكن نعمل هايبر فنتليشن جامد قوي لغايه 30 لتر، وده طبعا بيبقى مش انجيريس، ممكن يبقى فيه تل العيان. فاحنا بنأكسبت هاير O2 ذان نورمال في العينين دول ومفيش مشكله. ان هو الاحسن البلمونري البريشر كنترول فنتليشن ولا الفوليوم كنترول فنتليشن، ثبت بما لا يدع مجال الشك ان بريشر كنترول فنتليشن احسن. انما بدأ الكونفليكتات تطلع الايام اللي فاتت دي على الموضوع ده، وقالوا ان لا، ممكن في بعض الاحيان نلجأ الفوليوم كنترول فنتليشن وما فيش مشاكل، او يبقى الفوليوم كنترول. بعض الناس بيقولوا ان الفوليوم كنترول مش فنتليشن افضل، فاللي انت بتجيده هو الافضل عندي. البروبلمز اللي احنا بنواجهها في العينين دول، اول واحد برونكوس باز، والانتر اوبرف برونكوس باز ممكن يبقى خطير، انما لحسن الحظ ما بيبقاش النسبه بتاعته عاليه زي العينين الازماتيك، يبقى 2 من 10 ل 2% في الحالات دي. و بيبقى معظم الحالات دي في اندكشن، انما الاندكشن لو انت عملته جراديوال وعملت ديب انستيزيا وعملت مانيبوليشن اوف اير واي قليله، المساله بتبقى سهله. لازم ناخد بالنا ان انتر اوبرتيف برونكوس باز ممكن يبقى من هايبر سنسيتيفيتي او انافلاكسيس، و ممكن يؤدي الى برولونجد اكسبيريشن اكثر ما هو موجود. فاحنا نبقى نتعامل مع القصه دي، انكريز الاي اي ريشيو وهكذا. ممكن يبقى اسكالتيتد، وانما في السيفير برونكوس باز ممكن ما نسمعش بيس خالص، اللي يبقى السايلنت شيست. وفي الحاله دي المساله بتبقى خطيره ولازم ندخل سرعه كبيره. البريس ساوندز ممكن تبقى في البرونكوس باز موجوده او ريديوست، بتبقى ريديوست او ممكن تبقى ابسنت تماما. والكابنيوجرام بيورينا السي او 2 بيبدا يعلى وبيبقى صوت زي ما قلنا. التريتمنت بندي ليدوكين، والليدوكين في الحاله دي بنبقى انترافينوس بيتوستيمولانت، بدي بين انستيزيا وممكن نوقف الجراحه. الهيموداينامك ستابيليتي زي هيموداينامك ستابيليتي، ولو ان العينين دول بيبقى عندهم الانترنسيك بيب او الاوتو بيب بيبقى عالي، والانكريز انتراسولار بريشر بيبقى عالي، فلذلك بتبقى اللنج هايبر فنتليتد، والعيان بيبقوا العينين بيبقوا اكثر عرضه للهايبر الانكريز انتراسولار بريشر والهيموداينامك انستابيليتي. ف علاجها ان احنا نقلل البيب اي والبرونكوس سبازم، بنعالجه بسرعه وبنعمل سبورت للسيركوليشن، يا اما بالفازوبريسور او بالانتروبس. ثالث مشكله اللي هي البوست اوبراتيف، البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن. والبوست اوبراتيف كان بالمونري كومبليكيشن، واحد اسمه وونج عمل لها سكور، السكور ده بيشمل اكسبيراتوري سبايرومتري والكارديوفاسكولار سيستم بروبلمز والنيرفوس سيستم والارتيريال بلاد جاز والبوست اوبراتيف مانيبوليشن، وكل واحد منهم عاطلهم من 0 ل 3 الى 0 1. على كل ما السكور عالي كل ما العينين دول يبقى اكثر عرضه للبوست اوبرتيف بالمونري كوميونيكيشن، ونحاول نعمل اوبتمايزيشن لكل دول قبل ما ندخل نحصل على جود ريزلت ان شاء الله. في البوست اوبرتيف بنبقى العينين دول كلوز مونيتورنج ريسبيريشن والكارديو فاسكولار وبقيه البارامترز زي الالكترولايتس وال النيوروماسكولار فانكشن. بيستمر المونيتورنج في البوست اوبرتيف بيريود، بنستمر البرونكو دايليتور برضه في البوست اوبرتيف بيريود، والاكستيبيشن بتاعهم يا اما اندر ديب انستيزيا او اويك، ما فيش فرق كتير. لو احنا ما احناش قادرين نعمل لهم اكستيبيشن في الاو ار، ممكن نعمل لهم في الباكيو او في الاي سي يو، نوديهم في الاي سي يو. في الحالات دي لازم نبقى واخدين كونسنت على الاوبرتيف فنتليشن.
العينين دول بعد الاكسيوبيشن ممكن يحتاجوا سي باب، ولازم السي باب ديفايس يبقى موجود معانا. ما فيش عندنا سي باب ديفايس يبقى العينين دول ما نعمل لهمش عمليات. الهاي فلو نزل كانولا ده موجود، واعتقد ان ممكن نستخدمه في حالات كتير، وعيبه انه بيستخدم اكسجين كتير. والابروبريت بوزيشننج في الحالات دي، وفي معظمهم بيعوزوا الهيد اب بوزيشن. لازم ناخد بالنا ان ريجن انستيزيا ممكن تعمل دايفراجماتيك بولسي، وده ممكن يبقى مانيفيستد بس في الباكيو. ولذلك نخلي العيان اللي واخد لوكال انستيزيا او ريجن انستيزيا في الباكيو لفتره لغايه ما الفت بتاع اللوكال انستيزيا يمشي. دايما نبقى حاطين في دماغنا ان احنا ممكن نعمل ري انتوبيشن للعيانين دي، سواء في الباكيو او في الاي سي يو او عندنا في العمليات بعد ما نعمل لهم اكستوبيشن. وننبه الجراح واهل المريض ان الكومبليكيشن ممكن تحصل لغايه ثاني او ثالث يوم، يعني الري انتوبيشن والانفكشن والى اخره ممكن يحصلهم لغايه ثاني او ثالث يوم، ولازم يبقى في يوم موجود في المستشفى مستعدين لمثل هذه الطوارئ. اخر حاجه ان احنا بنديهم بروفلاكسز للبي تي اي، لان عندهم الريسك في البي تي اي بيبقى اعلى. بنبعتهم للفيزيو سيرابي، والفيزيو سيرابي بيبقى انتنسيف، والموداليتيز بتاعته بتوع الفيزيو سيرابي يعملوها كافينج وانتنسيف سبايرومتري، وبيعملوا له هم بيب كونتينوس بوس اير بريشر، بيفضلوا يزودوا في البريشر لغايه ما العيان يكح ويطلع السكريشنز والخ الخ. المهم ده شغلهم، والمفروض يبقوا فاهمين بيعملوا ايه. شكرا جزيلا، وتعبناكم النهارده، لان ونأسف على مشاكل الانترنت، وننتظر اي تعقيب او اي سؤال. الله يخليك يا دكتور رحمن، الله يخليك، الله يخليك. بس دكتور محمد، دلوقتي حضرتك بتتكلم في الاوبيويد، أي كنت حضرتك بتقول ان في الاوبيويد ان احنا ان هيحصل بالبوست اوبرتيف كومبليكيشن في حالات الاوبيويد. أيوه طب ما لو العين سي او دي او العين ازماتيك والكلام ده كله، لو انا لو في اي بين، طب ما ده ما هيدخلني في اكيوت اكسسربيشن. طب ما انا بقى ايه الحل بقى عندي؟ الحل إن إحنا بنعمل المالتي مودال بين تريتمنت. المالتي مودال بين تريتمنت بيشمل ريجيونال انستيزيا، انفلتريشن مثلا للوند. تمام. بنبدا بانفلتريشن للوند، ايبيديورال، نيرف بلوك لو احنا في اكستريمتي، بلس النون سترويدال، تمام. بلس الادجيوفنس. الادجيوفنس ديت اللي هي بتبقى زي الانتي ديبريسنت، الحاجات اللي ليها صوديوم شانل بلوكينج افكت. كل الحاجات دي بتخلينا نحتاج لاما الى جرعات اقل من الاوبيويد، او ما نحتاجش الى اوبيويد خالص. تمام. بالنسبه لنا احنا ايوه اتفضل. تاني حاجة يا دكتور، بالنسبة حضرتك بتقول العيان ده يا يصحى ديب يا يصحى اويك، مش فارقة ازاي، لا مش مش فارقة يصحى اكستوبيتد. استيوبيشن قصدي، ان يصحى يبقى ديب او اويك. اويك ازاي؟ طب ده لو اصلا اي مانيبيليشن عليها في اصلا على بالاندوتراكيال تيوب، طب ما العيان ده برضه هيخش في هو اكيد. ده يعني من الاسيسمنت بتاعك الاول، لو العيان ده عنده رياكتيف اير واي هايبر اكتيف يعني ايرواي يبقى دي. يصحى ديب. تمام. طب انما ده كده بقى يعتمد على دكتور محمد على ان الحاله ايه، هل هو ايرجنت، هل هو العمليه ايرجنت ولا العمليه الكتيف، وهل العيان مثلا متعرض لحاجه في اكيوت او في حاله كرونيك، صح كده؟ بالظبط كده. وبعدين انت العيانين بتوع السي او بي دي بيبقى في الغالب ازلي انتوبيتد وفيري ديفيكالت تو اكستوبيت، تمام. لان فاحنا بنعمل لهم ديب اكستوبيشن، عشان لو رجعنا نعمل لهم ري انتوبيشن تاني لقينا ما. لقينا النون السباب والنون انفيزيف مش ماشي معانا، والامور والعيان بيبقى ديساتيوريتد وبيتدهور، نرجع نعمل لهم انتيوبيشن تاني.
العيانين دي انما ممكن لو عيان مايل ديجري اوف سي او بي دي وما هوش رياكتيف اير واي وماشي بيستجيب كويس للبرونكو دايليتور وماشي طول العمليه الفنتيلاتوري بارامترز كويسه ده صحي تمام. يعني خليه اويك وما فيش مشكله خالص. العيان كده ما ياخدوش سنايل كلين خالص صح كده؟ نعم؟ ما ياخدوش ساكس نايل. لا ياخدوا، ما انا قلتش، ما قلتش ان ما ياخدوش، ياخدوا سكسمايل. لا ده انا بقول لك لو انت عايزه تعملي لهم انتوبيشن يستحسن العينين دول ما ياخدوش لونج اكتنج مصر لاكسن. ما ياخدوش لونج اكتر من مصر الاكسن. تمام يعني فلو انت هتمشيه على بريشر سبورت ولا قول بريشر كنترول فوليوم جارانتي ولا اي مود من المودز اللي ما بتحتاجش مصر لاكسيشن دي انتيوبيتهم والساكسونايل كولين تمام ومشيه على المده، ولما يرجع من الساكسونايل هيبقى يعني المفترض ان هو يبقى متعاون مع الفنتليتور تمام وهيمشي الدنيا كده، وهتعمله اكسيبيشن من غير ما تكون اديتي له لونج اكتنج ماسل ريلاكس. انما لو مضطره خلاص يعني ما باليد حضرتك كده قلت هنديله الريترونيوم عشان السيجومديكس موجود. تمام بالظبط بالظبط. لو احنا عندنا الاوبشن ده موجود وافضل بكتير من اننا ندي مصر لاكسن تاني وبعدين ندي له نيوستيدمين والسكريشنز تزيد والى اخره. تمام شكرا لحضرتك جدا يا دكتور محمد. شكرا لحضرتك، جزاكم لا الله كل خير. احنا اللي شاكرين وتعبناكم النهارده، ومعلش ناسف على الـ على الـ محاضرة جميلة جدا. ربنا يخليك يا دكتور، ناسف على الـ ان النت قطعت كذا مره، ف ربنا يسهل بقى المرات الجاية يكون أحسن إن شاء الله. ربنا يديك الصحة يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا يا شباب، شكرا.